طرق لتقوية الخصوبة عند السيدات، هل التغذية دور أساسي في هذه الخصوبة وفي هذا التنشيط المبيض؟ الجواب معك الأستاذة حنان الأزرقي المختصة في التغذية والحمية. كل اسماء صباح وطيلة هذا الأسبوع، صباح الخير. صباح النور أخ جيهان، صباح النور المستمعين. لاباس عليك؟ صحيحة صباح. الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. إذا احنا كنعرفوا يعني اللي عطى الله شي نعمة ديال الوليدات راه عطاه يعني هدية، عطاه ان كادو، واللي ربي ماشي غنقولوا حرمه، ولكن اللي ربي يعني منع عليه هاد النعمة هادي، فأكيد راه طرق العلاج والناس يعني والأطباء والعلم أكيد مش بعيد في هذه المسألة هذه. غير هو كيقول سبب يا عبدي وانا نعينك، يعني ربما حتى احنا يعني عندنا الحق على دواتنا وعندنا الحق على الأجسام ديالنا ولهذه النعمة اللي اعطاها لنا الله، فخصنا نتهلاو فيها، نتهلاو فيها بالتغذية، نتهلاو فيها بالماء، نتهلاو فيها بالرياضة، نتهلاو فيها بالهنا ونحيدوا الهم والغم، هذا هو مهم جدا. فانتوما يعني كمختصين في التغذية لالا حنان الأزرقي أكيد عندكم معلومات اللي هي علمية حول عناصر غذائية اللي كتنشط المبيض عند المرأة، وكنسمعوا عليها كتير وكنشوفوا كتير فيديوهات، كاين الانترنت، كاين مجموعة ديال الوسائل اللي دائما كتعطينا عناوين كبرى إلا بغيتي تولديها خصك ديري ولا شنو ديري ولا شنو تاكلي ولا شنو كتقولوا لالا حنان في هاد الملف هذا وفي هاد الموضوع هذا. كما قلت الأخت جيهان، التغذية عندها واحد دور مهم جدا، ماشي فقط في الحمل ولكن في جميع العمل، كما قلنا البارح في العمل ديال جميع الأعضاء اللي عندنا في الجسم ديالنا. نعم. ودراسة تثبت بأن تغذية سليمة وصحية ومتوازنة كتساعد على الحمل، كتساعد يعني ماشي هي اللي كتخلي المرأة مثلا ولا الرجل أنهم تحيد لهم ديك لا فيرتيليتي ولا ذاك العقم، ولكن كتساعد. داكوغ، دونك كاين بعض الناس التغذيه ديالهم غير صحيه، كياكلوا ماكله اللي هي غير سليمه، عندهم كيدخنوا بزاف، ما كيديروش الحركه الى غير ذلك. نعم، الوزن كذلك. اكيد الوزن، نعم. الوزن الزائد وكذلك نقصان الوزن بكميات اللي هي كثيره كذلك من بين الاسباب اللي كتؤدي ان يكون هناك تاخر في الانجاب. نعم. نقول هنا تاخر في الانجاب. نعم. علاش بالنسبه للناس اللي كياكلوا هذه المواد الغذائيه اللي غير صحيه شنو كيوقع؟ كيوقع انه كيطلع لهم لي توكسين في الجسم ديالهم، تسممات في الجسم ديالهم، مواد سامة كتطلع لهم في الجسم ديالهم، وهذه المواد السامة شنو كدير؟ كتأثر اوتوماتيكمون على انتاج البويضات وكذلك انتاج الحيوانات المنوية عند الرجل. لأننا ملي كنهضروا على الحمل راه ما كنهضروش فقط على المرأة، كنهضروا كذلك على الرجل. لو كوبل. داكوغ، لو كوبل. بيان سور لو كوبل، يعني كيكون ان تريتمون ديال الكوبل بجوج. دونك بالنسبة للناس مثلا اللي عندهم مشاكل فقط، اللي مثلا ما عندهم حتى شي مشكل في دوزو، شافوا لو جينيكولوج وشافوا قال لهم ما عندهم حتى شي مشكل، اللي تسناو انهم يحملوا بطريقه اللي هي طبيعيه، دونك هنا خصهم يمشيو يراجعوا التغذيه ديالهم كيفاش دايره. نعم. داكوغ. دونك كيفاش حنا غادي نيليمينيو هاد لي توكسين هادو، هاد المواد السامه في الجسم اللي كتاثرنا على البويضات وكذلك الحيوانات المنويه؟ كان باش بالاكثار بتناول مضادات الاكسده. وهنا ملي كنهضروا على مضادات الاكسده كنهضروا على مضادات الاكسده الطبيعيه، ما كنهضرش على اننا ناخذوا دي كومبليمون ولا ناخذوا شي حاجه اللي هي غير طبيعيه. وهنا ملي كنهضروا على مضادات الاكسده كنهضروا على الفيتامينات، خصوصا الفيتامين او، فيتامين سي، كنهضروا كذلك على الفيتامين بي 9 والفيتامين كذلك بي 12. هادو من بين الفيتامينات اللي هما مهمين جدا، اللي خصهم يكونوا حاضرين في التغذيه ديال الكوبل بجوجهم. داكوغ. وكذلك الاملاح المدنيه، الاملاح المدنيه خصوصا الكالسيوم، خصوصا الكالسيوم والحديد. لان بالنسبه للناس مثلا اللي عندهم مشكل ديال فقر الدم، كيقدر كذلك ياثر لهم على انتاج سورتو المراه الانتاج ديال البويضات. داكوغ. كذلك تناول السيلينيوم، هذا الشيء كامل غادي نهضروا على العناصر الغذائيه اللي كتحتوي عليها هذه المواد هذو. داكوغ. وكاين الزنك كذلك، حتى هو عباره عن مضاد اكسده فعال، البيتا كاروتين وكذلك البوليفينول. هذه العناصر الغذائيه كامله فاش كنلقاوها؟ كنلقاوها مثلا في الفواكه والخضر. نعم. داكوغ. ومي كنهضروا على الفواكه خصوصا الفواكه الحمراء مثلا لي فخيز، الفرومبواز، كيكونوا غنيين لنا جدا بالفيتامين سي. الدلاح كذلك، البطيخ. نعم. كذلك. نعم. هو كذلك من بين العناصر الغذائيه اللي هي مهمه. البروكولي، مطيشه،
اكيد لما اي عنصر غذائي كيحتوي على فيتامين سي، ماتيشا، ليمون، ليمونداغين، سميتو لي بومبلوموس، دونك هادو كاملين عناصر غذائيه اللي غنيه بلا فيتامين سي. عندنا كذلك البروكولي، البروكولي تا هو جدا مهم بالنسبه للناس اللي بغاو الانتاج ديال البويضات وكذلك السبرماتوزويد الحيوانات المعنويه. عندنا القوق كذلك مهم جدا، لي زيبينار كذلك التناول ديالهم الاكثر ديالهم كيساعد كذلك على الخصوبه. داكوغ، عندنا كذلك الاسماك بجميع انواع ديالها. وعندنا الاسماك، الاسماك كنهضر سورتو على السردين، كنهضر وي السردين، كنهضر على الماكرو، كنهضر على الشطون، داكوغ، كنهضر على السمك الازرق، ليسبادون، الدوران، دولة الدرعي، السمك الازرق. نعم سورتو السمك الازرق اللي هو لو بواسون غرا. نعم، هذا مهم جدا لان كيجيب لنا كميات هائله من لي زوميغا 3 واللي كيلعبوا كذلك واحد الدور مهم في الخصوبه. داكوغ، شنو كيديروا هاد لي زوميغا 3؟ كيدخلوا لينا الدم في الرحم. وهذا هو الاساس باش المراه باش انها كتحمل، ضخ الدم في الرحم بحال هذيك الدوره الدمويه كتنشط ديال الرحم، كتنشط وكتحيا من اول وجديد. نعم وي، داكشي علاش خص المراه ضروري تاكل لي زوميغا 3. وبالنسبه للرجل كتساعدوا على انتاج الحيوانات المنويه وكذلك الحركه ديالهم، حيت الحركه لا موبيليتي ديال السبرماتوزويد مهمه جدا في الحمل. نعم، وكذلك النوع ديال الحيوانات المنويه. دونك هاد لي زوميغا 3 هادو اللي كاينين في الاسماك كتعطي لا كاليتي ديال البويضه، وي لا كاليتي والحركه ديال الحيوانات المنويه. دونك اذا كتساعدنا اوتوماتيكمون في الحمل. كما قلنا الماكرو، لي زونشوا، السردين، سورتو الاسماك الزرقاء. نعم، مهمه جدا. كذلك تناول البيض، هنا ملي كنهضروا على البيض كنهضروا على البيض البلدي ماشي الرومي. نعم، اكيد ما كنهضروش هنا على البيض الرومي. نعم، كنهضروا كذلك على تناول زيت الزيتون. ايه، وزيت ارغان حتى هو مهم، مهم بزاف. نعم، وكذلك زيت زنجلان، زيت ديال القرقاح كذلك يساعد. انه في الخصوبه كذلك. نعم، يعني بالنسبه لهاد الناس هادو ياخذوه. داكوغ، كاين كذلك تناول الكالسيوم. ايه، انا بالنسبه لتناول الكالسيوم، تناول الكالسيوم كيساعد على انه كيدير لنا واحد التوازن في الهرمونات الجنسيه، كوساسوا عند الرجل كوساسوا عند المراه. نعم داكوغ، وهنايا ملي كناخذوا هذا الكالسيوم هذا ما كناخذوش في لي برودوي اليجي. نعم، يعني لايت. نعم، علاش ما كناخذوش لي برودوي لايت؟ لاننا ملي كناخذوهم ما كناخذوش معاهم الفيتامينات، ما كيبقاوش الدهنيات، ما كناخذوش يعني كيتحيدوا ديك الفيتامينات ديك الزبده، حيت النوع ديال الفيتامينات اللي عندنا في مواد الحليب ومشتقاته، مجموعه ديال الحليب ومشتقاته. نعم، هما عباره عن فيتامينات دهنيه. نعم، يعني لو فات اننا كنحيدوا داك الدهون اوتوماتيكمون كنحيدوا الفيتامينات الدهنيه وما كيبقاوش لينا. نعم، هما الفيتامين ا والفيتامين دي والفيتامين او والفيتامين كا. نعم نعم، داكشي شنو خصهم ياخذوا؟ ياخذوا لي برودوي ليتي نورمال العاديين، ياخذوا جوج ديال لي برودوي ليتي في النهار. نعم، مثلا فرماج وياوغت ولا كاس حليب وياوغت، يعني جوج ديال لي برودوي ليتي عندنا كي الراجل كي المراه. ما كاينش خصوصيه معينه مثلا بالنسبه للهرمونات ديال المراه والايض ديال المراه، شنو محتاج اكثر من الرجل؟ ما كاينش خصوصيه معينه للحليب. ما كاينش شي خصوصيه اللي هي كبيره جدا، لان هي تسهل على يعني على الطرفين. وي، عمل على حيت كما قلتي في الاول تريتمون دو كوبل، ما كيبقاش على وهذا هو الغلط الكبير اللي كيوقع لنا حنا المغاربه. نعم، وسورتو في المجتمع ديالنا ان فوا كان كيتعطل الحمل كنقولوا المراه وكنلقاو الرجل. نعم، الوغ بعض المرات كيكون هناك لو تريتمون ديال لو كوبل كيعطي نتيجه اللي هي فعاله. نعم، مثلا مثلا كاين مشكل عند المراه ديال الهرمونات، ومو الراجل كيقد الماكله ديالو باش يساعد على انتاج اكثر ديال لي سبرماتوزويد. نعم، داكوغ. واحد النقطه مهمه جدا اللي وصلنا لها دابا هي لا سيكريسيون ديال الانسولين، انتاج الانسولين. ايه، ملي كيكون عندنا واحد لو ديزيكيليبر في الانسولين، في الانتاج ديال الانسولين، حتى هو كياثر لنا على الاباضه سورتو عند المراه. نعم، وحتى عند الرجل. اكيد كاين سورتو اللي عندهم يعني مرضى السكري بالخصوص. اكيد مرضى السكري. وهنا كيجي اننا الحميه الغذائيه ماشي نتسناو فقط بالنسبه للناس اللي عندهم مرض السكري، حتى الناس اللي ما عندهم لا مرض السكري لا حتى شي حاجه، خصهم يحاولوا ما امكن انهم يحيدوا السكريات البيضاء. نعم، تناول ديك لي سكري و لا باتيسري دوك لي غاتو الى غير ذلك، هادو كيأثروا لنا بزاف على الاباضه. نعم، داكوغ. دونك هنا شنو كنبريفيليجيو؟ كان اون بريفيليج لي سيريال كومبليت، بحال دابا تناول الخبز الكامل. الخبز الكامل، لان الخبز الكامل كيساعد على انه يدير لنا واحد التوازن في انتاج الانسولين في الجسم.
نعم نعم داكوغ نعم. تناول ديال لي ليغيم سيك سميتو القطاني ولي سيريال ما فيهمش واحد النسبه ديال السكريات لا حلال هما فيهم السكر حيت حنا ملي كنهضروا على السكر من جوج الانواع السكريات السريعه نعم. وكاين السكريات البطيئه نعم. هنا كنحيدوا توسكي سكريات سريعه غير الطبيعيه نعم. لان السكريات السريعه كتوجدنا كذلك في الفواكه نعم والفواكه نعم. خصنا ناكلوهم نعم. داكوغ نعم. دونك بالنسبه للسكريات البطيئه هي اللي مزيانه لنا بزاف الجسم ديالنا لانها كتساوي لنا على كميات كثيره من الالياف الغذائيه نعم. اللي كتساعد على توازن داك السكر في الدم نعم داكوغ نعم. عندنا كما قلنا السيريال كومبليت هي الحبوب الكامله نعم. وعندنا القطاني خصوصا العدس نعم خصوصا العدس وكذلك عندنا الخضر والفواكه هادو كامل بالنسبه للخضر والفواكه هنا دائما لي سالاد نعم سلطه الخضر كنبداو بها سورتو نبداو ناكلو الخس مع مطيشه داكوغ ناخذ الخس مع مطيشه ناخذ الخيار مع مطيشه الفلفل ومطيشه دونك هادو دائما نبداو سلطه الخضر عاد ناخذو دوك المواد الغذائيه ولا مثلا الطبق الرئيسي اللي كيجينا ونبتعدوا على اي حاجه سميتها لي فخيتور دو سميتو المقليات المقليات نعم. لاننا وعدوهم كذلك ياثر لنا على انتاج وجوده البويضات وكذلك الحيوانات المنويه اكيد انا بغيت غدا ان شاء الله انا غنكمل معك في نفس النقطه لانها مهمه وبغيت كذلك لاله حنان انا نتكلموا على بعض الاعشاب والتحذير من بعض الاعشاب لربما كذلك الناس كيسمعوا بها كاين تركيبات كاين يعني الناس كتسمع وكتمشي تحضر وكتشرب وكتاكل وكتعطي الجسم ديالها وما عارفه شنو هو الخطر فين هو الخطر غدا ان شاء الله نتكلموا على هذا الموضوع محبا. وان شاء الله نواصلوا معك تنشيط المبيض مع الاستاذه حنان ازرقي مختصه في التغذيه والحميه بالتغذيه